الفيديو ده عملت حاجة اسمها بخور الماكنتوش السوداني بثلاثة أشكال وثلاثة طرق مختلفة. ازيكم؟ الكيوبس دي اسمها ماكنتوش، عبارة عن أنواع من الأخشاب، منها خشب الشاف وخشب الطلح، وبيضغطوها كده، بتكون متفتفتة وبيضغطوها، بيسموها ماكنتوش. عندي هنا مية قرنفل مع محلب، أنا دايما بحب أنقعها وأخليها في التلاجة لحين استعمالات البخور. هحط الكمية ديل على التلاتة مكعبات دول، وأول ما أحطها كمان ساعتين بالظبط وهلاقيها نفشت وفرشت وحجمها كبر، وممكن نبيتها بالليل ونصحى تاني يوم الصبح نقوم عاملينها. لا لا لا، هنلاقيها هنا فتفتت والخشب شوية مطحون خشن مش ناعم، هنصفيه كويس جدا من المية ونفرده في صينية لحد لما ينشف تماما من السوائل. الصراحة أنا خليته من 3 لـ4 يوم لحد لما نشف، وكده عامل بالظبط زي المبسوس، بخور المبسوس متفرفت كده ومتفرفت عن بعضه. بعد كده عندي هنا خشب الصندل مطحون نفس القوام بتاع الماكنتوش ده، هحط حوالي معلقة ونص كبيرة على مسك حجر وطحنته عندي برضو حوالي معلقتين كبار. وهنا عندي خشب الصندل مع الضفرة متخمرة قبل كده، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت، هحط كمية بسيطة منها حوالي معلقة كفاية جدا. وبعد كده الزيوت العطرية، عندي هنا المسك الشفاف اللي هو اسمه المسك المتسلق، المسك المتسلق احسن بكتير من المسك العادي، بيكون قوامه تقيل ومركز، هحط حوالي تولة منه مع تولة من زيت الصندل. اخلط المكونات دي كويس جدا مع بعض واخليها متجانسة كويس، واغطيها اخليها كده حوالي 3 ايام لحد لما تتشرب العطور. بعد كده انا هعمل هنا 3 حاجات مختلفة من بخور الماكنتوش، او 3 اشكال مختلفة. الاول هنحط السكر، نخليه شوية على النار، اول ما لونه يبتدي يتغير هنعصر عليه عصرة ليمونة، هنقلبه شوية، وبعد كده هنيجي نحط عليه شوية صغيرين خالص من ماء الورد. هنقلب كويس ونخليه لحد لما قوامه يكون شوية تقيل، أتقل من الشيرة العادية. هنختبر بقى، هنحط نقطة في طبق ونميلها كده، النقطة مش هتنزل لحد اخر الطبق، خلاص كده هي وقفت، وهنختبره بايدينا، هنحس انه لزج كده تقيل شوية، هيكون كده خلاص. هاخد منه الجزء الاول حوالي 3 معالق، ودول هخليهم يبردوا. اللي في الطاسة وهو سخن هحط عليه شوية من الماكنتوش واقلبهم، وبعد كده اخليهم اقراص، اللي هي الاقراص مستطيلة مربعة مدورة اي تشكيلة انا احب اعملها. ليه يبرد شوية، بعد ما يبرد شوية ابتدي بقى اشكله اي تشكيلة انا حباها بايديا،
واخليه من يوم ليومين بره كده لحد لما ينشف شويه. انا حبيت قوي الشكل شويه مستطيل ده، حسيت انه شويه جديد وهيتكسر بسرعه ونحطه في البخور يعني بكل سهوله. وده اول طريقه لبخور الماكنتوش. نيجي بقى عندي تاني طريقه. هنجيب بتاع الخشب الماكنتوش اللي احنا سقيناه بالعطور والمسك والصندل وكده، هنحط شويه منه في المطحنه ونطحنه ناعم قوي باودر. وهنا شايفين الفرق بين الباودر وبين الخشن اهو بالشكل ده. هجيب الشيرة التقيلة اللي انا عملتها قبل كده وخليتها تبرد، لازم تكون باردة خالص، هحطها على الباودر بس مش هحطها كلها مرة واحدة، هحطها شوية شوية لما حد تبقى لي عجينة زي العجينة كده بتتشكل. اطحنها كويس وخلي المواد كلها تتجانس مع بعضيها. ننتبه لما نحب الخليط يكون عجينة نحط الشيرة بتاعته حتة حتة، ما نحطهاش مرة واحدة لانها لو زادت خلاص الدنيا كده بقت ميعة معانا وعايمة وبيضة. بعد ما اتعجنت اجيب اي صحن اي حاجة ادهنها بشوية زيت عطري علشان ارص عليها البخور اللي انا عملته. هنا حطيت شوية من زيت الصندل بس طلع كتير شوية، هروح افضيهم في بقية البخور التانيين. وبعد كده دي بقى انا هعملها كور، هكورها واحطها في الصينية حوالي يوم او يومين تنشف بس شوية. نيجي بقى عند النوع الثالث، هحطه هنا في البرطمان زي ما هو، مش هعمل في اي حاجة لاني انا عملت في الخلطة كلها الاول كل حاجة وبعد كده قسمتها 3 اقسام. وبعد كده هحط عليه شوية من المسك، رشة من المسك الابيض ورشة من اي عطور زيتية احنا بنحبها، ونقفله ونركنه كده على جنب يوم على الاقل قبل الاستعمال.